مرحبا، شلونكم؟ طبعا حبيت اقول لكم على فعاليات راح تصير هسه شهر العاشر تقريبا، يبدون من ثاني اسبوع بالعاشر. تقدرون تدورون على الايفنتس عندكم، فشي اسمه ترانك اور تريت، يا اما بكنايس يصير، يا اما كار بارك مع سيارات. يعني اللي يريد يسوي سيف هالوين للكيد ياخذهم ليش مكانات. يعني اللي يحب ياخذ اولاده مو بالليل، يعني بالنهار ويكون وياهم. مثل ما قلت لكم الكنايس بالعادي يسوون هيك شغلات بالكار بارك مالتهم او المولات. دوروا على الايفنت الواي ام سي اي، هم يسوون هيك شيء بالهالوين، يعني عندهم تواريخ معينه. فسووا بحث على المكانات. I don't think you don't see the sound.
يعني هي فعاليات حلوة مثل هم مسويت كل واحد جاي بالشغل مالته وده يبيع ويوزعون كاندي للجهال. هو مكان أتمنى تسوون شير سبسكرايب للقناة حتى دائما إن شاء الله تشوفون فيديوهات جديدة من عندي. مع السلامة.